أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: حدثنا عبدان وعبدان بن عثمان عبدان وعبد الله بن عثمان ابن جبلة وهوسو كاغا قبن حافظك رحمه الله تعالى. قوله حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. قال وحويري عبدان أخبرنا وحنو ورمي عبد الله عبد الله قا توضيحي سوحنو كسو قاد أني مربا هدي عبدان وحكا قاتو إن لو لجد عبد الله قاس عبد الله بن المبارك المروزي إن عنه عبدان روى في المروزي ابن مبارك وكل مروزي لوضع شيخ با شيخ أي تلميذ كي سبا إن الكم ديهن علماء مراوزة منظومة أني أنكس وقال أني قال حدثنا عبدان عبدان وحكم ديها الشيوخ ذا وقوة وين إمام البخاري رحمه الله تعالى لكن كتابك أني صحيحها وحنكس وقال أني أنه كان يروي عن عبدان بواسدة وإمام مسلم واسده وقال جريو حدثنا فلان عن عبدان وهانجرت شيخ شيخه أيها إمام مسلم رحمه الله تعالى لكن إمام البخاري رحمه الله تعالى توصيوح وقال قال حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن المبارك المروزي كتب الستة أوردن عبد الله المبارك شيخا كل جيسا وقجرة لحدة كتابة وكتبت أيمان حديث كو وينا عبد الله المبارك كل جيسا وقجرة كتب الستة أوردن والإمام الجامع لخصال الخير إمام كي خصال كخير كإلهي وككل من سبحانه وتعالى قنع صدنا وها عالم وها محدث وها فقيه وها لغوي وها وكان يغزو كل سنة سنة والبنى الجهاد كو آدي جري ويحج كل سنة سنة والبنى وحجي جري عبد الله المبارك المروزي هنتدي سو كقنع سنة أنا وحي كصوبها علماء المدرسين تا يددك محدثين تا هو أقيب جري وحونا ديه جري التجر لأجلكم أدين كدرتي أن أقنع سنة هو ديه جري عبد الله المبارك دين تين أن أخذ مايو ودين تا أتفافسان أيان أقنع سنة هو ديه جري عبد الله المبارك المروزي. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس يونس بن يزيد الأيلي وشيخ من رجال صحيح مسلم كم ذاها عن الزهري إمامك وين أيو تابعي عن سوق هذا الجرني حا قال الإمام مسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحدثنا بشر بن محمد المروزي بشر بن محمد المروزي وإمام ثقة حافظ انفرد به البخاري عن باقي الستة. إمام البخاري رحمه الله تعالى أي لقون النقضي إنه وحكا قاته أو وحكا وريو بشر بن محمد المروزي أي ملك شيخ ماها ما وحكا ما قاتان بأ. قال أخبرنا عبد الله وعبد الله السابق في الإسناد عبد الله المبارك المروزي ويو شيخ عبدانا شيخ يعني عبدانها. قال أخبرنا عبد الله عبد الله المبارك المروزي قال وحورا عبد الله المبارك أخبرنا يونس ومعمر يونس بن يزيد الليلي في الرواية السابقة معمرنا معمر بن الراشد كي ويهرا نوسو قال انجرني مرك إمام البخاري رحمه الله تعالى لدي فضى إسناد كان كجرته وحوي مركي هرا إسناد كي هرا عبد الله المبارك المروزي هل شيخ بسو الشيخ هل شيخ إنو حديثك كقاتي شيخ أسو أه أخبرنا يونس بس لكن إسناد كان ثاني عبد الله المبارك بشر بن محمد المروزي وحوك الشيخي لبا الشيخ إنو حديثك أوليهي ولبا الشيخ وكقاتي أخبرنا يونس إيه ومعمر ولذلك الشيخ أساسو إسناد كان لبالو قوات أقويه لي حكمة داسو الشيخ إسناد كان لبالو قوات أقويه له ما أوصن لهن حدثنا عبدان وبشر بن محمد انتو هل إسناد سيكا افتوما هل إسناد انتو سيكا افتومي لها وحده لها شيخ حدثنا عبدان وبشر بن محمد كلاهما عن عبد الله لابدو دبا وحي وحكا قادان عبد الله المبارك ساسو إسنادك أقلين لها لكن وحو الشيخ رحمه الله تعالى لابدو قد إسنادك أقويا لي وحوي واختلافك عبد الله المبارك تلاميذ دي سي واسكو خلافه إسنادك و شيخي هرو عبدان وحو شيخي عبد الله المبارك هل شيخ انو حديثك كقاتي شيخ اندنبو بشر بن محمد المروزي اساقونا وحو شيخي عبد الله المبارك حديثك انو كقاتي لابا الشيخ يونس ايو معمر
ساسو الله والله قد شيخ وقوي على السنات. قال أخبرنا يونس ومعمر، يونس ومعمر عن الزهري لابد الزهري كقاتن نحوه معمر وحو شاقي نحوه نحو حديث يونس، حديث كي يونس وكلا أو الزهري وكقاتن يي ساسو يساقنا معمر شاقي. نظام كان هدو السمعيو إمام البخاري رحمه الله تعالى في خلال صحيحه صحيح سدح حديث هدو نظام كان وكلا كسمعيو لابا الشيخ حديث كان لغا كلا قادو لفظه حديث وحو كسو عنا متك أول كاهو كسو عن لفظه حديث انت كان كلنا وحو يساقا وافقاي معنى هانو متك كلا ويساقا وافقاي وحوه ومتك أول كاه يا لفظه اسكال مر وبابا ويونس أول إلا أخبرنا يونس ومعمرو لفظه حديث وحو كسو عدا اسدلاح بخاري يونس اسكاله يونس اسكاله معمرنا ماشي وحو كيا لنا الرواية بالمعنى والنظام كسو عدا إمام البخاري رحمه الله تعالى لو شيخ هذه حديث يسكون متابعيان فاللفظ للأول والمعنى للثاني معناها حديث كان الثاني قا اسكاله لفظ قانا لكن وحا اسكاله الشيخ هوري يونس ومعمر عن الزهري نحوه حديث يونس وكالو النوش يقول معمر قال وحور إمام الزهري رحمه الله تعالى أخبرني عبيد الله بن عبد الله أخبرني عبيد الله وعبيد الله يقول مستقر كاها كتاب كي منظومة عنه كسو قادة نيوح اللولة جيدو إساقان كسو قادة إلا الزهري زهري يا وحكة قادنا يا مسقرا قدار عنه العمري مسعود عنه الزهري جاء فلتذكري ينكسو قادنا مسعود عنه الزهري جاء فلتذكري مربى هدو إمام الزهري وحكة قادنا يا عبيد الله هنا مسقر أوياهي وحن سو قادنا ينو ياهي عبيد الله ابن عبد الله المسعودي عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي كاسن لولا جهده عبيد الله ابن عبد الله المسعودي كاين لولا جهده مربى هدو الزهري وحكة قادنا قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس وحوير كان رسول الله رسولك الله وحوير هاجري صلى الله عليه وسلم أجود الناس ذات كمتك وقود ديق سنماذا بضان وهاجري رسولك الله صلى الله عليه وسلم وكان وحوها أجود ما يكون أجود أكوانه أكوان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أهاشي أسفل حالة وقود ديق سنماذا بضان وحوها في رمضان بش رمضان قده هذا ayu si ziyadin jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam deeqsinimada hadiska marka waxaa laga qaadan deeqsinimadu inay kamid tahay waxyaalaha ugu waaweyn ee lagu amaano nabiga sallallahu alayhi wasallam caadadiisa iyo sunnadiisa kamid ahayd iyo hadana mar walba ziyadatul khayr fi shahr ramadan hadii qofku khayr uu sameen jiray inuu bisha ramadan khayrkiisa si ziyadiyo inay sunnah tahay waxaa la rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagu waligiiba ahan jiray ajwada nas ayuu haddana bisha ramadaan uu sii ziyaadin jiray sadaqada rasuulku sallallahu alayhi wasallam xiina waqtigii uu deeqsinimo badnaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam yalqaahu jibriilu jibriil uu la kulmo wa kaana wuxuu ahaa jibriilna yalqaahu rasuulka mid la kulmo sallallahu alayhi wasallam fi kulli laylatin habeen kastuu la kulmi jiray habeen kaasoo min ramadaana ee bisha ramadaan ka mid ah nafaxaadka ramadaan yacni nabigana sallallahu alayhi wasallam loo ballan qaaday kamid ahayd oo habeen walba habeenada ramadaanka kamid ah jibriil uu iman jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam fayudarisu jibriil hu rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu la daraaseyn jiray alqur'aana quraanku la daraaseyn jiray xadiiska marka waxaa laga qaadan kathratu tilaawati alqur'aan fi shahri ramadaan inay sunnata bisha ramadaan in quraanka aad loo siyaadiyo qiradiisa iyo tilaawadiisa inay sunna tahay maxay leh malaku jibriil rasuulku sallallahu alayhi wasallam si gaar ah habeen walba habeenada ramadaanka kamid ah oo quraanka la daraasay jiray fala rasuulullaahi rasuulka alayhi sallallahu alayhi wasallam ajwadu bil khayri khayr kamid ugu deeqsinimada badan u ahaa min riixi dabayshu xataa uga dheereeyay khayrka dabayshu uga deeqsinimo badnaa oo khayrka uga orod badnaa uga degdeg badnaa dabaysha dabaysha su'aal mursalati la sii daayo la diray dabaysha la sii daayo orod wax ku gaaray isan jirin kaana asraca min arriixi fi lkhayraat khayraadka dabaysha waa uga degdeg badnaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiiskan isagoo mukarara wuxuu noogu iman doonaa baabu sifati nabi sallallahu alayhi wasallam nabiga tilmaantiisa oo bukhaari sababtu u soo celin doonana waxa weeye waa lafdiga ajwad deeqsinimada rasuulka sallallahu alayhi wasallam min sifaati rasuulillah sallallahu alayhi wasallam wuxuu haddana mar kale ku soo celin doonaa kitaabu siyaam كتاب الصيام للشيخ وكسر علين دونا ومناسبة وحوسر علين دونا وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان أي كسر علين دونا وحوه دنا كسر علين دونا باب فضائل القرآن مدو باللفظ ومناسبة وكسر علينا فحال هو رخض بضع عن وسوا قاضنا من مقدمة عن وسوا قاضني أن البخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة حديث سمع العليو إلا فائدة وكدونا يمانه عكر الشيخ كسر علين دونا باب بدء الخلق باب بدء الخلقنا
مركل هذا الشيخ وحديث كان نقول سعيد دونا رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحو كغبت الشيخ فائدين كحديث كوحيري. وقال النووي إمام النووي وحيري في الحديث فوائد كسوغا منها الحث على الجود في كل وقت وقت والبين وناكسنت ولا يسكبر أروجيه صدق هذا يديق سنة ماذا. ومنها الزيادة في رمضان بش رمضان أدلوس زيادة وعند الاجتماع بأهل الصلاح ذاتك أهل الصلاح وناك أهل كذا مركل الله كل ما أنا لسي زيادة. وفي زيادة الصلحاء وأهل الفضل زيارة الصلحاء وأهل الفضل لسوء زيارة الفضل إلى هاي وتكرار ذلك لسوء العليو إذا كان المزور قفك لسوء زيارنا لا يكره هسوط سن تكرار كاسو سنسو كهنين المعلوم بل لسوء زيارة ذاتك أهل خير كها. واستحباب الإكثار من القراءة قرآن كأخرين تسين لبديو في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار أذكارتك لأن يكفض البداية قراءة القرآن إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعله جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كفض البداية قرآن كأخرين تس هدو جرو. فإن قيل هدي الليراء المقصود وتجويد الحفظ حفظ إن لو ناجي قصد كودوها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أما هنت لا وكلية قلنا وحنا الحفظ كان حاصلا حفظ قول بحاصلها وزيادة فيه تحصل ببعض المجالس مجالس قال يكون حصيل كرتا وأنه يجوز حبنا أن يقال إن ليراه دنا رمضان من غير إضافة أيضا وحب الله أضيفنا وغير ذلك مما يظهر بتأمل ورك حديث كفير فيرس وحيال بضان تكقادا كرتا وكل شيخ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمسي. أبو اليمان الحكم بن نافع الحمسي ومن رجال صحيح مسلم تكرر كثيرا ومرارا في صحيح مسلم ليس في الستة إلا هذا الاسم لحد كتابنا مقعا بسبب وجدرة وح يعني لليها الحكم ابن النافع شيخا كل جساب لحد كتاب وجدرة. قال وحير أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري مربه ذو أبو اليمان كقاضي شعيب شعيب حلول الجد هراد وصو براتي من ضمدي قواعد كان كسو قاضن شعيب عنه جاء اليمان ابن أبي حمزة للعياني وتنسو قاضن شعيب كان لول الجد ابن أبي الحمزة مربه ذو أبو اليمان وح كقاضي أبو اليمان هذو كقاضي. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمسي وهل حمزة يسول شيخا عن الزهري تابعي وكقال قال وحير الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله والروايدي هري أن عبد الله بن عباس أخبره عبد الله بن عباس ورمي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سفيان بن حرب أخبره عبد الله بن عباس أسي ورمي أن هرقل بغركي هرقل الرومان هقا منه يحل قيسي أرسل بغر كاسر الله إنه فرتين أصدري إليه إلى أبي سفيان. أبي سفيان إنه فرتين أصدري في ركب جماعة حاله كل حجيره أبي سفيان جماعة أصول من قريش جماعة هر قريش سقوه قامنا يو قناعسي ويما ذين بلاد الشام بلاد الشام وكي أبي سفيان قناعسي وينا هاي بلاد الشام وقناعسي ويما ترك بضان وجماعة هر قريش وهو قامنا مركنين كان هرق لها مغلين من كان عربتها إنه يودن كسوق قلن ودمدي أصول وكتلين هاي ومعموله هاي إنه يما ذين أيون كان هرقل مغلي فرتين ومرك أصفر وكانوا وحي أن من كان هر قريش تجارا من كان أحسنها بالشام في الشام شام قده هذا كان أحسنها في المدة مدة دي لحد هذا كان أحسنها التي مدتها سو كان رسول الله وها صلى الله وسلم وبارك عليه ما أدى فيها مدتها لحد ومدهي رسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش أبا سفيان يقال دي قريش مدة دي النبي ومدهي صلى الله عليه وسلم أي واحد فرمي إسك صعدك وصلح الصلح جواي وهشيسك الحديبية سنة كل حاجة تاريخ هجري الصلح هشيسك دعي إن دجالك للجوجيو ودبات هذا للجوجيو إلى مدة 8 سنة مركه هشيسك أسي كل حس عشان أنا قال ذو حب اللبن إن الجناسي أي سمايان ما دام الأسلح مركره ما أدى فيها أبا سفيان وكفار قريش ومدّي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه وحي أي ماذا دتك إلا صادر فأتوه أي ماذا دتك وحلا صادر وأبا سفيان يجمع عديسي هو هرقل أيو إيمادن والحالهم هرقل وجماعته هرقل أي جماعة سبب إيليا بيت المقدس على الجدة أرضا بيت المقدس أيو كسوا عن أيو إيمادن فدعا وأويري هرقلهم جماعة أبا سفيان وعربته أيه قامناي في مجلس فديسي وأويري والحال حوله هرقل دين عيسى عظماء الروم دولة دي الرومان دتك وقوة وينا دتك دين عيسى فديان ثم دعاهم وأويري وأوير أبا سفيان إيه جماعة ليس أوير هرقل ودعا بترجمانه أفعليه سي أي أوير هرقل نك ترجمه اللغة العربية اللغة الرومان قال الرومان ليس كترجمه ترجمانك سي أوير هرقل فقال ومركز وحير ترجمانك أيكم كنا أقرب دواش بدن نصبا من نصبا حق أبترسجا بهذا كن يا دواش بدن كاسو رجل نك الذي نك كاسو يسوع شجعني أنه نك نبي إنه نبي هاي ورسولك يقول جيدا صلى الله عليه وسلم
ninka sheeganaya inuu nabi yahay rasuul u yahay yaa qaraabanimo ugu dhow. Faqaala abu sufyaan wuxuu yihi faqultu waxaa yihi ana aniga aqrabuhum ugu dhowaasho badan jamaacadan nasaban min nasabin xagga nasabka ugu dhowaasho badan. Faqaala wuxuu yidhi hiraqla markaas adnuuhu bal ninkan qaraabada ugu dhow rasuulka sallallahu calayhi wasalam soo dhoweeya minnii xaggayga u soo dhoweeya waqaribu asxaaba asxaabtiisana soo dhoweeya ninkan asxaabtiisa abaa sufyaan fajcaluuhum asxaabtiisa yaala cinda dahri abaa sufyaan dhabarkiisa agtiisa yaala oo hadduu been iyo waxuun sheego si xagga iga gacan haatiyaan saasuu ka rabaa. Hadduu wax been uu iga sheego nabiga sallallahu calayhi wasalam gadaal inay xoogaa gacanta saas ka yidhaahaan oo been uu sheegay. uma qaala litarjumaanihi markaasuu hiraqla tarjumaankiisii wuxuu ku yidhi qul lahum waxaad ku tidhaahaa nimankan asxaabta abuu sufyaan oo carabta ah waxaad ku tidhaa innii anigu saahilun haada abaa sufyaan waxaan su'aali doonaa can haada rajul ninkana wax ka weydiin doonaa nabigu ula jeedaa sallallahu calayhi wasalam. fa in kadabanii hadduu ii been sheego fakadibuuhu beeniyo idinkuna hadduu been ii sheego idinkuna beeniyo gadaashiisa yacnii iga sameeya wax maaragtaa ahay aan ku garanayo inuu been sheegay. wallaahi aan ku dhaartaa wuu yidhi abuu sufyaana dhahaya dhaartan wallaahi aan ku dhaartaa lowla alxayaa xishood ma ahaateene min an ya'thuru calaya kadiban been inay dushooda ku soo guuriyaan jamaacadaas aan ka xishoonayo ma ahaateene la kadabtu calayhi nabiga waa ku been sheegi lahaa sallallahu calayhi wasalam wax beenahan ka sheegi lahaa waxaan ka baqi oon ka xishooday in kadaab weeye la yidhaaho jamaacada gadaasheeda uu dhigay inay ibeeniyaan aan ka baqay maahane waa libuqdii iyaahu yuu ula jeedaa libuqdii iyaahu carada aan u qabo rasuulka sallallahu calayhi wasalam waa beenan ka sheegi lahaa ila markaa waa gaal abuu sufyaane. uma kaana awala maa shayga ugu horreeya wuxuu ahaaday shaygaasuu saalanii canhu rasuulku uu isu-aalay shayga xaggiisa sallallahu alayh maya hiraqle leh hiraqla uu isu-aalay shaygii ugu horreeya hiraqla uu isu-aalay wuxuu ahaa an qaala inuu yidhi hiraqla kayfa nasabuhu abtirsigiisu waa sidee fiikum dhexdiinna see ku yahay rasuulka sallallahu alayhi wasalam abtirsigiisu. qultu markaasaan waxaan yidhi huwa rasuulku sallallahu alayhi wasalam fiinaa dhexdeenna xaal u ahaaday duu nasabin abtirsi mid u saaxiiba weydaay nasab shariif uu ula jeedaa abtirsi shariif uu ka soo jeedaa rasuulku sallallahu alayhi wasalam. qaala markaasuu wuxuu yidhi hiraqla fahal qaala haada alqowla hadalkan ma yidhi minkum idinka xaal uu idinka mid yahay axadun axad qaduu weli axadkaasuu qablahu rasuulka ka horreeyey sallallahu alayhi wasalam. wax rasuulnimada uu sheeganayo wax cidda ama qabiilkaa isaga uga horreeyey ma jiraa rasuulnimo sheegtay. qultu waxaan yidhi laa maya. qaala markaasuu hiraqla wuxuu yidhi fahal kaana min aabaayihi rasuulka aabayaashiisa sallallahu alayhi wasalam ka mid ahaaday malikun nin boqora oo ummadda hoggaamin jiray. qultu waxaan yidhi laa nin hoggaamiya aabayaashiisa iyo awooyaashiisa kuma aysan jirin. qaala markaasuu wuxuu yidhi hiraqla fa ashraafu naasi dadka kuwada sharafta leh miyaa yatabicuunahu raaca am ducafaa'uhum mise dadka kuwada ducafada ah rasuulka raaca sallallahu alayhi wasalam. faqultu markaasaan waxaan yidhi bal ducafaa'uhum dadka ducafadooda ayaa raaca oo dadkii madaxyo weynta ahay oo ummadda hoggaaminayay way ka gaabsadeen oo ma aysan raacin. qaala markaasuu wuxuu yidhi hiraqla ayasiiduuna am yanqusuun dadka atbaacdiisa ma ziyaadaan mise waa nusqaabaan. qultu waxaan yidhi bal yasiiduuna way ziyaadaan. qaala wuxuu yidhi hiraqla fahal yartadu axadun axad ma soo ridoobaa axadkaasoo minhum jamaacada isaga raacday ka mid a ma ridoobaa sukhdatan liajli sukhda caro darteed oo lidiinihi diinkiisa uu caroonayo bacda an yadkula fiihi fi diin diinka markuu dhex galo kabacdi qof gadaal gadaal usoo laabta ma jiraa. qultu waxaan yidhi laa maya waa sii socdaan oo iimaanka usii macaanaada xalaawatul iimaan ay sii helaan wax soo laabanaya maanaan arkin. qaala markaasuu wuxuu yidhi hiraqla fahal kuntum ahaan jirteen tattahimuunahu inaad ku tuhmaysan jirteen nabiga sallallahu alayhi wasalam bilkadibi been qabla an yaquula maa qaala maa hadal intuusan dhihin ka hor been ma ku tuhmaysan jirteen hadalkaasoo qaala uu yidhi oo min annubuwati waarisaala nabinimada uu sheeganayo risaalada uu sheeganayo ka hor been ma ku tiqiineen oo nin been lagu yaqaano ma aha. qultu waxaan yidhi laa. qaala markaasuu wuxuu yidhi hiraqla fahal yaqdiru dadka ma dhagraa oo wax ma siraah oo khiyaano ma yaqaanaa. qultu waxaan yidhi laa wanaxnu anaguna minhu rasuulka xaggiisa sallallahu alayhi wasalam fii muddatinaan ku dhex jirnaa muddo muddadaas oo la nadiri aanaan ogeyn maa shaygii huwa isagu faacilun fiiha muddada gudaheeda uu samayn doono. xoogaa hadda heshiisa horta noo socdo muddaa la heshiiyey in dagaalka la joojiyo waana hadda ka soo maqannahay muddadaas hadda wuxuu ku samayn doono lama yaqaan inuu heshiiska jebin doono inuu wax dhagri doono lama yaqaan laakiin annagu markii muddadaas ka hor waxba kuma aanaan ogeyn ballanfuryo iyo dhagar iyo khiyaano kuma aanaan ogeyn. qaala markaasu wuxuu yidhi abuu sufyaan walam tumkinnii iima suurto gelin kelimatun kelimo kelimadaasoo udkhilu fiiha kelimada dhexdeeda shay-an shay aan gashado oo kayru haadihi tan kayrkeeda taasoo alkelimatu kelimada ah kelima aan wax oogaa ku darsado meeshaan majaalkan bise iga suurto gasho yir oo maba isiinaynba fursad aan ka jawaabayo horow haddana su-aasha iga dhiibaayay hiraqla marka maba ii suurto gelinba inaan faahfaahin kale iyo waxaan dhex gashado. qaala markaasuu wuxuu yidhi hiraqla fahal qaataltumuuh ma la dagaalanteen hadda ka hor. qultu waxaan yidhi nacam waa la dagaalannay. qaala markaasuu wuxuu yidhi hiraqla
فكيف سيدي كان قتالكم دقالك إنه إياه رسولك هذا لدقالنتان صلى الله عليه وسلم قلت وحير الحرب دقالك دقالك أسو بيننا وبينه وأنه قد إحنا نحجس هذه السجال وكلتن وكلتناه ينال منا مر إساقا أن قارسية البأس اللباته وننال منه البأس مرنا أنه قارسينا لباته قارسينا قال مركاسو وحو يري هرغلا ماذا محيبه يأمركم إذن فرا حو إذن شاقا وحدتك أقول يري محيهن قلت وحير يقول وحيرا اعبدوا الله وحده إلهي كليس عابدا ولا تشركوا به شيئا إلهي وحلوا ذا جنيا واتركوا ما شيء سقطك شيء قاسو يقول آباؤكم أبياشين وإلهيان ومن الضلالة بادد بادد أبياشين يكسو ينهين سقطك ويأمرنا وحونا أمرا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة صلاة يرهنت يرورسنانت يحريرنت قرابة الحريريو ساسون أمرا رسولك صلى الله عليه وسلم فقال لترجماني ترجمان كي يمرك وحو كيري هرغلا قل له واحد كتراها رسول قل له أبو سفيان واحد كتراها سألتك وحن كسالي عن نسبها ترسيسي وحي روين صوخ لا سيمرك سؤاله جوابه روين صوخ لا سيهرغل هورت النسب كيسان كسالكو فذكرت واحد شاكتي أنه رسول صلى الله عليه وسلم فيكم لحدي نحاله كسوغين ذو نصب شريف أبترسي شرف بضن إنه كسو جيدو فكذلك الرسول رسوشنا واسدا سوكالو تبعثه رسوش وحلقسو سارا في نصب قومها رسوشا قوم كذا قوم كابترسكو ذا ابترسكا لحدي دالقسو سارا النصب الشريف أي أولي إلهي كسو ساري جيري رسوشا وسألتك وحن كسوالي هل قال أحدنا أحد ميري أحد كاسو منكم إذا كمل هذا كان كاسو القول هذا الكا ذكرت واحد شاكتي أن لا أحد يري إنو سنجرين ونبي نمش شاكتي إساقه هرتي وقوم كيسا كمدة قبيل كيسا كمدة فقلت مركاسا وحان يري وحان يري وحو لجدا في حديث نفسي أنا بوحو يري النفتي إذا مركاس حديث نفسي سميو إسلا شاكستو قلبي قان إسكلا شاكستو وحان إسيري هدان هرغلا هاي لو كان أحدنا أحد هدو أهان لها قال هذا كان مديري كاسو القول قولك أحد كاسو قبله إساقه هرتي رسولك صلى الله عليه وسلم ولا قلت وحان لها رجل هو رجل إساقوان ننكاسو يعتسي بقول هذا الإساقة ديانايا هذا الكاسو قيل قبله ننكن هرتي سليري هذا الله هو إساقة ديانا هراتكو إسكار راعي ما هاني حق ما هو وحوته أيان ليه لها وسألتك هذا نمرك لوحن كسالي هل كان معها من آبائه رسولك أبياشيس صلى الله عليه وسلم من ملك أي ملك وحبقرة أبياشيس أو يالشيس مكجرين فذكرت وحا شاكت أن لا إني سنجرين وحبقر شاكت قلت مركاسا وحايري وحان إزر في حديث نفسي ولجهدا أنا نفت إسكال الشيخ يستوى حيزيري فلو كان من آبائه أبياشيس من ملك هدوك أمي ذا أي ملك من تأسي هذا بغر هدو أبياشيس كجري لها قلت وحان ليه رجل وانن ننكاسو يضلب الضلب يملك أبيه أبيه بغر تويدي سو روائن ورهات سدو كرسيق أبيه سو كفر يستو أيو دوني ساسا نسليه لها وسألتك وحان كسؤالي هل كنتم أهانجرتين تتهمونه إن أتكته ميستان رسولك صلى الله عليه وسلم بالكذب بان قبل أن يقول ما هذا الانتو صندهن كور هذا الكاسو قال وير فذكرت وحا شكت أن لا إن أدنا وح بين كته ميسجرين فقد عرفه وحان قرنا أنه أنه شاني لم يكن معها رسولك صلى الله عليه وسلم ليذر الكذب بان إنه شاء إنه أكتهكو على الناس ذاتك إنه يعني أكتهكو بان ويكذب على الله إلهي أكو بان شاكو سورت قل ما هو إذن كان إنه ما ركتاه بانت إذن كإلاليه إلهي نوكب بان شاكو والله أن صدر سن ويرا هو أي صدر سدي ما سورت قليس وسألتك وحنك سؤالي هدنا أشراف الناس سددك كوذا شرفت لم يتبعوه راعي أم ضعفاهم سددك كوذا اسكال ضعيفك وذكرت واحد شاكت أن ضعفاهم اتبعوه سددك كوذا ضعفا إنه راعين وهم ضعفضنا أتباع الرسل بوال سيد عدد تاريخ ذلك ويغان أيها الدين تأغوهر مرمحايلة أيها وح رئاسة أي ورديسنا يان ملح حق وأوعدانا وان اسكال راعيان dadka kale oo madaxda wax laga yaabo maqaadada hoggaamiyasha in kursigooda uu ka indhatiro sida ninkan hadda kursigiisa uu indhatiri doono waa arki doona isagay ku dhacday ninkan hiraqla naftiisa ayaan arki doona kursiga uu ka indhatiro markuu xaq u cadaaday ka bacdi oo boqortooyadiisa adduunada dhalalalkeedii uu ka doortay xaq inuu raaco وهم أتباع الرسل وسألت كوحان كسو على يزيدون أم ينقصون ما زيادان أتباع المسوان نسقابان فذكرت أنهم يزيدون وحاس شاكتين زيادان وكذلك سداسو كلا أمر الإيمان إيمان كأرين كساسو هذه حتى يتم إلى إيمانك وكتام النقض ساسو أسي زيادة وسألتك وحن كسؤالي هدنا أيرتد أحد أحد مر الدوبة سخدة لأجل سخدة على الدرتد لدينه دين تيسا وعرورا الدوبة إنو سنجر وكذلك الإيمان إيمانك واسدا حين وقت يخالد بشاشة القلوب قلوب تفر حد دا مركو إيمانك لحقلو وقلبك وكفر حد دينت معاناته وأساس لقمس الله تدينت وسألتك وحن كسؤالي هل يقدر مرة كرا؟ فذكرت واحد شيكتي أن لا إنه سوى واحد كرين وخيانة وصنقون وكذلك الرسل لا تقدروا رسول شو واسدا سوكلوا وحمد كران قاتله الله
ما أعلمه بتاريخ الرسل والحق وأكذبه للحق ما حق أقوم بدي سوء حوية قان يسدو وحب بين الدون أقاه رغلة سوء حوية قان رسول شو واسداس أتباع واسداس الله عفظة ولقوا الدين تقوه المرجي رسول شو بيان مشي قان رسول النصب شريف الله قصوا بيح مروا البساس ولي حوية قان هذا حق سيدو بين الدون أيان أقان دون مركو واحد أقاني مروا البابا توفيق ذو بيد الله إن يتهي مروا البابا أو علم قاعد نسكوه قامين كارن نكارن عالم وهاي ديمي هوري تاريخ ذي ومضي رسوشي هوري وآد ويقيني وسألتك هل يقدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تقدر وسألتك وحنك سؤالي بماذا محيبه يأمركم إذن أمرها فذكرت وحد شكتي أنه رسولك صلى الله عليه وسلم يأمركم إذن أمره أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان إنه إذن كنهيه أصنامت عبادة ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف إنه الصلاة يرنت يرنور سنانت إذن أمره سداس آيات شكتي فإن كان مرك هدو يهي ما هذا الكي هذا الكاس تقول أدو أدو هذا هاي حقا هدو حق يهي ووركان ورن يهي صفات كالنبي قاعد كشكتي صلى الله عليه وسلم هذا سدا يهين فسيملكوا وملكين دون النبي قاسو صلى الله عليه وسلم موضع قدمي لبدأ إذا اللغوات بوسكو ده هذا يكون تاقين يهين أيو ملكين دون هاتين لبدنا ومركا مياشا مركا وجوغو وأرض بيت المقدس للكم بيت المقدس وأنو هذا أنجوغو aya diintii soo gaari doontaan ummadiisana qabsan doonta meesha wa hadda ad leedahay waxa ad leedahay hadii run yihiin way daacad yihiin oo sifaadka rasuulku sida ay tahay sallallahu alayhi wasallam waqad xaqiiqa kuntu waana aha aalamu inaan ogsoonahay annahu rasuulku sallallahu alayhi wasallam kharijun soo bixi doono laakiin lama kun anigu ma ahayn adunno inaan u maleeynaayo annahu minkum inuu adinkayda kamid ahaan doono arab hadda tiin inuu ka soo bixi doono ma aanan u maleeyneen laakiin umada kale ka soo bixi doona hanse laha falaw anni anigu aalamu hadaan ogaan laha أني أنا أخلص إليه إن أنا بجارة أيه ونلول بأنكو جارة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجشمت وحن سكو كلف لها لقاءه كل كيس إن الرسول كله كل ما سكو كلف لها دان نلول بأوجه إن أنا كجارة ولو كنت هذا هن لا عنده رسول كأكتيس صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدميه لبدي سل جوا دام بقناق الهيب بمعنى وحول جدا رئاسة إذا يملك جيجا يبقرتو يذا دان إنت عن سجته أنا ندرهم الدينار كذا البنين خدمتي سبيسن كشرفه بلها كنت أتشرف بخدمتي خدمتي سيلوي سينان أخدمي أيان كشرفه بلهايو درهم الدينار حتى كمرة بين واحد درهم الدينار كمرة بين ثم الدعاء مركز وحو إياري هرغل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كتاب كيسي ورقدي أصوق ري رسولك صلى الله عليه وسلم أيو إياري الذي كتاب كاس وبعث رسولك صلى الله عليه وسلم به كتاب كاس دحية ولصو الدري ودحية الكلب صحابي جمالك قروح ده لقوت المامي وجبريل لو سكوش به جري انت بضان صحابي قاس ورقدي وسود دي رسول صلى الله عليه وسلم يرد كتابك أبل هلا إيه كانوا إلى عظيم بصرة بصرة أمير كذي وأصو الدري رسول صلى الله عليه وسلم وإلى عظيم بصرة بعث ده سنكت على جرينا عظيم كان مراد كلاجلي هاي وأمير كبصرة أمير هاد اللي لوجد أنك بصرة مركا يعني حكومة جوبرناتور عملوا كاها محايل الدولة دي رومانكا ونك أنا هوست جاي ما دحوينا ماشوا حكاها هرقلة نك أنا مركا جوبل كبصرة جوبل عملي ماشى كده جنيد جوبل عملي كده جنيدو جوبرناتور عملوا ها نك أنا عظيم بصرة هاد اللي ليها ماشى بصرة هاد كتاب كسيح مسلم كان كسر تعريفني ومقالوا إنك حاجة عن كسر قادني كوجرتي واحد على كافر تسوريا وسوق هذا نوح الدين تو إيجارتي والله فرتي سدح يتبان كي تاريخ هجرية أي بصرة الله فرتي وتقع في جنوب سوريا كفر سوريا أي نرد على بصرة وماشي دولة الرومان كمركب ماشي هي ستي إن كان وحوي مركب جوبر كيسجع حكومة يهرق لنا ماشي لنا وقتلنا يود مضلا فدفع مركب نن كان عظيم بصرة مركب نن كان محل يري دحيه وحال يري نن كان بصرة معمولة يا ورقدة وديب isaguna ha u sii diibo hiraqla hiraqla u sii diibo fa dafa'a adim busrihi hu kitaabkaasna wuxuu u sii diibay ila hiraqla hiraqla u sii damaayirta iyago sidana waxa banoo soo tawdiixinayay kitaabkiisa xaq muslim soo qaadanay ayaa damaayirta sidan buu cilmi matniga ku cilinayay riwaayada bayhaqina way waafaqday wuxuu ah riwaayatul bayhaqi wa imaam muslim fi sahihihi wa amara rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam wuxuu amray an yadfa'ahu إلى عظيم بصرة دحية إنه أديب عظيم بصرة فدفعه عظيم بصرة أصنعه أديب رواية مسلم ساسي أتوضيح نيس فدفعه عظيم بصرة وحوسي أديب إلى قيصر ما شهر أغلب بخاري وكعبر أسا قيصر وعبير جرس يعني مسلم حاله لقب كيسي ولقب كيسي فدفعه عظيم بصرة وحوسي أديب إلى قيصر ساسي ضمائرته إمام مسلم في صحيحه رواية البيهقي أيضنا ويوافق لي الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة فدفعه عظيم بصرة وحوسي أديب إلى هرقلة فقرأه
هرقل وا اخري كتابك رسولك صلى الله عليه وسلم وصادر فلم في كتابك رسولك وحابك كل حسقنا صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون انت أساكو قرهيت رسولك صلى الله عليه وسلم كتاب كيسي هذا كتاب كان من محمد عبد الله ورسوله وحكس على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلهي الضون كيسي أها رسولك إلهي أها إلى هرقل هرقلنا أصعد عظيم الروم أي أمير الروم يولد الرومان هو قاميه هدية وقاميها سو أصعد كتابا سلام النبت قليو على من دول دشو ذا الله يلو دول كاسو يتبع الهدى هنون كراعة قفكي هنون كراعة والنبت قليه أما بعد انت أسكبعدي فإني أنا أدعوك هرقلو وحن كوغو ياري بدعاية الإسلام بالكلمة الداعية إلى الإسلام أولي جهد رسولك صلى الله عليه وسلم كلمة إسلام كددك أغو يارتا كلمة أسقبصو وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة أسان كوغو ياري أسلم سو إسلام هرقلو تسلم أدنبت قشده وأدبت بادي الدنيا آخرة شرفت كن ولاني سو إسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين أجرك أجل بقورو إلهي كسينا ما دام كتبتي هرانا هراء أضر ميسي كبعدنا هذا القرآن كان يعني الرسالة دي أضر ميسي لبا أجير هذه يالان وإن توليت هذا سي جيستو عن الحق حق هذا هرغلو كسي جيستو فإن عليك دوش هذا وحا هذا إثم الأريسيين بير ليدا أضوك أد حكومة يسدرك بير قضاتي أبضنا يندرك إساقو حكومة يهي هرغل دادك بير ليدا دم بيقود دوش هذا القوقري يغانا كودي لغان نصامين ماي maxay adiga xaqi ka hortaagan haday xaqi rumayn lahayeen adigu hadaa xaq qaadato ayaguna way qaadan lahayeen ya ahlul kitab dadka ahlul kitab ka ahow taaalu kaaliya ila kalimatin kalima u kaaliya kalimadaas oo sawaa'in siman baynana wa baynakum dhaxdana iyo dhaxdina ku siman alla na'budu kalimadaas waa sidaas alla na'budu inana na'budin illa allah ilahi mahane wala nushrika bihi ilahina shay'an wahba anan la wadaajin wala yattakhidha ba'duna ba'dan qarkeen qarka kale arbaaban ilahiyaalo inaysan ka sameysan min duni illahi ilahi kasakow فإن تولوا هذا كسي جيستان أهل الكتاب وحقه فقولوا أذنكوا لها مسلمين تهداتهين اشهدوا كمرغاتكوا بأن أنكوا مسلمون إن أنه كوا إلهي وهقان سمي انتاسوا أقو سنير رسولك صلى الله عليه وسلم قرالك وصغري قال أبو سفيان وحوير فلما قال هرقل مركو يري ما قال هذا الكي ويريو من السؤال والجوابها سؤاشي يجوابتي يوحي مركو كبحي وفرغ من قراءة الكتاب كتابك النبي صلى الله عليه وسلم آخرين تيسنا وكفارق نوضي كثر عنده هرغلاك تيسو حكو فربت السخب بوقي وارتفعت الأصوات عضتك هنا ويكور نوضين وخرجنا حفيسك سيوانا الكساري مرك والله بوقي الميشي كذا شيء بنان كان لو سار هذا عربتي النهاي فقلت لأصحابي أصحابتي ذي محنكوري حين وقت وخرجنا نالا ساري لغد حقيقة أمير ووينادي أمر ابن أبي كبشة إن أبي كبشة ولا أرين تيسي ووينادي نبي يقول جيدان صلى الله عليه وسلم أبي كبشة أمرك تفاسير فربضنا كجرو إن لو لجيدو يعني رسولك صلى الله عليه وسلم هوين دي حليمة السعدية ونوجسين ننكي قبي جري ومرك آباؤها رسولك صلى الله عليه وسلم حق الرضاعة يا الناس من نقمة آباؤها إن لو لجيدو أما جد من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لو لجيدو هذا تفاسير فربضنا كجرو حافظكو ورديرو ما شاك بحيي لغد حقيقي أمير وحاوين هذه أمر ابن أبي كبشة إن أبي كبشة أرنتي سوى سوع صلاتي إنه شان يخافه وحب كبق يبا رسولك صلى الله عليه وسلم ملك بن الأسفر هير بن الأسفر بغر كي حكومة ابن الأسفر كوى الرومان كناية عن الرومان تدكي الرومانيين تها بغر كوديا وكعب صنع يبا ما أنت أرنتي النبي صلى الله عليه وسلم وسوي ناتي فما زلت ما أنا كزولي نويري أبو صفيان موقنا إن أنه هبه أنه سيظهر إنه غالب نغندونه أو أدونك وكرهيد دونه رسولك صلى الله عليه وسلم حتى أدخل الله علي الإسلام إلى دشة الإسلام نبدأ إلهي يسوقي وأن كم مسلمي ولا جي وأوجا نبي صلى الله عليه وسلم إنه رين دونه وما ركتها بقرطية ده رغلة وبابين دونه وكان ابن ناظور نين ابن ناظور لديه جري أي وحها أعني وحن لجدا ابن ناظور كصاحب إيليا صاحب كذا لجدا مش إنك بيت مقدس إنك حكومة جيران ولجدا صاحب كوا بمعنى الأمير مانت أمير إيليا رولك بيت المقدس إنك حكومة جيران ولجدا وصاحب هرقلنا ونولجدا هرقلنا صاحب الله هاي ننكاسي وحو أها سقفا بادري أها
nin baadariyaho diinta kirishtaanka wadaadka ugu sarreeya ah ayuu ibnu naadir ku ahaan jiray. Baadarigaasoo amiiran calaa nasaara shaam, nasaarada shaam uu amiir u ahaa xagga diinta, xagga diinta ninka looga dambeeyo ahaa ninkan baadari weyn ahaa. Ninkaas yuxadithu ahaa khabaru thaaniyan ka dhigina, suqufa saadansa khabaru awalkii kaana ah, yuxadithuna waa khabarkii thaaniga ahaa. Suqufan waa baadari yuxadithu ahaa ninkaasi mid sheekeeya anna hiraqla boqorka hiraqle la yiraa wuxuu sheegi jiray xina waqtiga qadiima iiliya Baytulmaqdis markuu soo galay, oo markaa waxa weeye ninkan hiraqla Baytulmaqdis uu soo galay, madaxtooyadiisi meesha kuma oolin, marmar uu imaan jiray Baytulmaqdis. Baytulmaqdis weliba markuu imaanayo waxa weeye ciidamadii Faaris markuu jabiyey, ilaa isaga iyo Faarisiinta ayaa dagaal xun uu dhex maray. Nimankii Faarisiinta waa labada dowladoodoo markaas ugu awooda roonaa adduunka, waa Faaris iyo Roman. Faaris iyo Roman ugu awood lahaa, marka dowladdii kale waa jabiyey, Faarisiintii Hiraqla waa jabiyey. Hiraqla markuu Faarisiintii jabiyey, uu Baytulmaqdis oo markaas baadariyaasha iyo dadka ugu waaweyn nasaarada ay joogaan, ilaa maadaama meel muqadasa ay tahay oo iyaga naftooda ay aaminsan yihiin, meel barakaysan ay tahay, meeshaasaa baadariyaasha dhan u joogi jireen. Meeshaasuu markaa wuxuu rabay inuu ku duceysto, meesha inuu ku duceysto waa shukran lillaahi tacaala, ilaahan ku shukrinaa ulay ummahad celinaah oo dhulkii barakaysnaa ayaan ku duceysanaa. Markuu soo jabiyey Faaris ka bacdi ayuu meesha yimid. Marka meeshaas markuu yimid, asbaxa wuxuu ahaaday Hiraqla yowman maalin khabiisa nafsi, naftiisi miday xun tahay, naftiisa xun tahay, isagoo niyad jabsan oo murugaysana la arkay. Faqaala bacdu badaariqatihi, xoghayntiisii qaarkiisa qaarkooda waxay dhaheen dadka isaga xoghayntiisa u ahaa Hiraqla, qad xaqiiqa istankarnaa waan inkirnay, hay-ataka Hiraqlow qaabkaaga saaka aad ku waabarisatay waan inkirnay, naftaada iyo sidaad u dullaysan tahay, sidaad u niyad jabsan tahay, maxay tahay dhibaatada kaa muuqata. Qaala ibnu naadir wuxuu yidhi, wa kaana Hiraqlu wuxuu ahaa xazaa'an, u ahaa nin xidiga yaqaan u ahaa, xidigahaasuu yiqino nin kaahino faalsho u ahaa Hiraqla, oo imaaradiisa iyo ra'aasadiisa iyo madaxtinimadiisa waxa u heliyey kaahin u ahaa oo xidiga yaqaana. Yanduru wuxuu fiirin jiray fi nujuumi, xidiguhu fiirin jiray. Faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi dadkii xiina saaluhu markay su'aaleen Hiraqla, oo saaka maxaa kugu dhacay, yidhaahin wejigaagu ma wanaagsanee, wuxuu yidhi inay ra'aytu layla, xalay waxaan arkay xina waqtigii nadartu aan fiiriyey fi nujuum, xidigaha markaan fiiriyey, mulka alkhitaan, gudniinka boqortooyadiisii qad dahara inuu adkaaday mulkigaas. Waa fi riwaayatin malik, riwaaya waxaa ku sugnaa malik, riwaaya kale waxaa ku sugnaa mulk, mulkiga ku sugnaa waa riwaayaadka imaam albukhaari raximahullahu tacaala saxiixiisa ka wariyey, ayaa qaarna waxay wariyeen mulki, qaarna waxay wariyeen malik ay wariyeen malik. قوله ملك الختان بضم الميم وإسكان اللام وللكشميهني بفتح الميم وكسر اللام رواية كشميهني ملك ليرا ملك أسكم معنون حين نظرت في النجوم كان في ريي وحارك ملك الختان قد ظهر حال قوليستي بغركي قدنينك إنو أسوق قوليست ساسا حدقها كفهم حدقها يقانو حدقوا في رنجل كاهنوها. Faqaala marka faman yakhtatinu yaa isguda wir min haadihi tan xaggeeda yaa iska guda, taasoo aal ummati ummadda ah, war wax isguda raadiya bal inaanna la jabi doono, ayaan ogaano dad isgudi doona ina jabi doonaan, saasay xidiguhu ii sheegeen xal ee wax isguda una jabi doona bal raadiya. Qaaluu markaasi waxay yidhahaan dadkii, laysa ma aha sha'nigu yakhtatinu inay isgudaan ila alyahuudu, yahuud maahane wax isguda yahuudaan ka ogna. فلا يهمنك يسون كمرجلين شأنهم يهود شأنك يسون كمرجلينه يهود مركع مملكة دي سي بغرتو دي سي هوس إمانيس ودد أذي لا واسق هوس جوغ يا هاين مركع دد اسكا أتباع دا هو أدوغو دولد دا مارك تاي عيدا مدى دا كجرا ويددك اسكودا ودد مالين تا دونتو قعان تا تكود يكرت رحو يسا كقود بالي ركوا يسون كمرجلين واكتب قر إلى مدائن ملكك بغرتو يدا دا مغالوين كيدا ورقادا أقر فيقتلوا هدلان وهلايان من دول دولكاسو فيهم دحدودا كسوغانو من اليهود haddaad ka baqayso iyagana warqada intuu dirtay yahuudda hala laayad daas leedahay, yacni wax isgudaha maanta xukunka kaa tuuri doona oo kaa qaalib noqon doona lay. Fa baynamaa waqtihuma iyagu calaa amrihim, arrinkooda sida ay ku sugan yihiin, utiya Hiraqlo iyagoo sida sheekadii loo wado, Hiraqla waxaa loola yimid birajulinin, ninkaasoo arsala bihi ninka uu soo diray meliku Qasaana, boqorkii Qasaana nin uu soo diray, waa boqoradii isaga hoos imanaya, waa markaa waxay yihiin yacni gobernatore camal waayo. Qasaanada waxa weeye waxay u dhexaysaa kitaab saxiix Muslim bilaad aan ku soo taqriirinay ka mid ahayde, waa bayna Cumaan wa Eyla, Cumaan iyo Eyley u dhexaysaa Qasaan.
ninka meesha xukumaya ninuu soo diray waa nin markaa la qabtay uu ahaa oo muslim ahaa oo la soo qabtay ninkaas marka wuxuu maqlay boqorka qasaana inuu walaacsan yahay hereqle inuu walaacsan yahuu maqlay markaasuu yidhi war ninkaana qolada isgudda ka soo jeedo muslimiinta ah bal waraysi ka qaad kaasuu soo diray lama sheegin marka yaa keenay yaa soo qafaalay ninkan muslimka ayaa keenay iyo asaga xataa magiciisi lama sheegin oo culammada sharaaxdu ma aysan sheegin yukhbiru ninkaasoo ka warbixinayo ka khabraya can khabari rasuulillah rasuulka ilaahay khabarkiisa sala allahu calayhi wasalam falama istakhbarahu ninkii la soo qabtay oo la keenay hereqlo markuu ka khabar dalbo uu waraystay qaala wuxuu yidhi hereqle idhabuu ardool ninkan horta la taga fanduruu soo fiiriya amuqtatinun huwa amla mis guda mise isma gudo ma gudan yahay mise ma gudna bal inuu gudan yahay in kale bal ninkan soo fiiriya fanadaruu ilayhi ninkii ay fiiriyeen dadkii faxadithuu hereqle waxay u sheegeen annahu muqtatinun inuu gudan yahay waa gudan yahay dhahan wasalahu wuxuu su'aalay hereqle ninkii can ilcarab carabtuu ku su'aalay faqaala markaasuu ninkii lasoo qabtay wuxuu yidhi hum yakhtatinuuna carabtuna waa isgudaan dadkaani aan ka yimidoon ka soo jeedo waa isgudaan faqaala hereqle wuxuu yidhi haadaa nabigan waa ishaaratun ilaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam mulku haadihi lumma fii riwaayatin malik haadihi lumma ummaddan boqorkoodii u qad dahara xaal uu qaalib noqday oo uu soo daahiray asagaana qaalib noqday oo adduunkan dhan asagaa qabsan doona waana kan waxaan arkayay waa nabiga guulaysan doona sala allahu calayhi wasalam iyo islaamka iyo diinta guulaysan doonta tobo markaa kadacba kacbaacdi kataba wuu qoray hereqlo ilaa saaxibina u qoray saaxibkaasoo lahu isaga sugnaaday saaxibkaasoo biruumiyata ruumiya magaalada la yidhaaho ku sugan ayuu haddana warqad u qoray ninku waa argagaxsan yahay meel walba waraysi iyo warqado iyo u kala diray ruumiyada waxa weeye laba ruumiyaa jirta laakiin muraadka hadda laga leeyahay waa roma caasimatu italiya waa caasimada talyaaniga roma mid haddaan u naqaano romadaas wey oo meesha waxa weeye saldhigga ugu weyna xilligaas aheedba diinta nasaarada saldhigga ugu weyneed ba ahayd ninkaasuu haddana warqad u diray wakaana wuxuu ahaa ninkaas oo roma ka taliyo jooga nadiir ahu hereqle nin lamiduhu ahaa fil cilm xagga cilmiguu kula mid ahaa hereqla oo nin isaguna caalimuhu ahaa diimihii hore aqoon u leh xidigahana fiiriya ayuu ahaan jiray wasaara hereqlu hereqlo waa socday ilaa ximsa ximsuu aaday ximsuu ka aado baytulmaqdis waa ka tegey ximsadu hadda waa suuriya dhinaca suuriya haddana u kacay liannahaa daaru mamlakati waa meesha markaas boqortooyadiisa dhan madaxtooyadiisa meeshay ku tiilay aqalkiisa ugu weynuu ka taliyo madaxtooyada meeshay ugu tiilo saldhigga ugu weyn ximsuu ahaa falam yari ma faaruqin hereqla ximsa magaaladii ximsa kama tegin xataa ataahu hereqla ilaa uu yimid kitaabun kitaab kitaabkaasoo min saaxibii saaxibkiisa roome joogay xaggiisa ka ahaday ninkaasaa kitaab usoo qoray kitaabkaasoo yuwaafiqu waafaqsan ra'yi hereqla ra'yigii hereqla waafaqsan calaa khuruuji nabiyi nabiga soo bixidiisiina ku waafaqsan sala allahu calayhi wasalam wa annahu rasuulku sala allahu calayhi wasalam nabiyun inuu yahana ku waafaqay wuxuu yidhi anigana xidigihii iyo waxaad fiirisay ana horta waa fiiriyey nabiga soo baxay sala allahu calayhi wasalam isagaana dhulka dhan qabsan doona dhulka dhanna asagaa qabsan doona faadina hereqlo hereqlo markaasu wuxuu u idmay licudamaai ruum ruum odayaashii ugu dowladda romaanka dadkii ugu waaweynaa dadkaasuu markaas u idmay idinta waxaa loola jeedaa bimacna yacni yeerid camalow faadina waa u yeeray hereqlo licudamaai ruum dowladdii romaan dadkii ugu waaweynaayuu u yeeray fii daskaratin madaxtooyadii uga dhex yeeray madaxtooyadaasoo lahu asaga u sugnaatay hereqla madaxtooyadaasoo biximsa fii ximsa ximse dhexdeeda ugu tiilay aqalkiisii madaxtooyadao ximse uu ku dhex lahaa uu yidhi halaysugu yimaado waxbaa laysku waafaqayo in nabigii sala allahu calayhi wasalam xaqadu uu soo baxay ayaa laysku waafaqay halaysku yimaado bal aan sidaan ka yeeli lahayn aan tashanno uma amara wuxuu amray ninkii hereqla biabwaabihaa bitakliiqi abwaabihaa madaxtooyada albaabadeeda in la xiriyo arrin sirahan sheegi wuxuu yidhi albaabada dhan ha la xiro faquliqad albaabadii waa la xiray uma dalaca markaasuu fiiriyey oo min culuwin meel sarraysuu fuuray markaasuu dadkii hoos usoo fiiriyey hoos usoo fiiriyey faqaala wuxuu yidhi meel kore intuu fuuray hereqla yaa macshara ruum dowladda roman jamaacadiisiyow halakum idinkugu sugnaatay raqbatun jacayl fi lfalaaxi waarashad hanuun iyo liibaan ma jeceshiin waran idiin sheegayay inaad hanuuntaan oodi liibaantaan ma jeceshiin wa an yahbuta mulkukum boqortooyadinnu inay sugnaato ma rabtaan oo fatabaayicuu aad la ballantaan lihada nabiyu nabiga aad la ballantaan sala allahu calayhi wasalam fii diinihi diinkiisa aad kula mubaayacotaan haddaad rabtaan liibaan boqortooyo adduunyay mid aakhira aad rabtaan nabigan raaca sala allahu calayhi wasalam inaga haddaan ma aragtaahay madaxtooyadii iyo riyaasadii madaxtinimadii diin cilmi wax walba haddaan ku fiirinay nabigaasaa xaqa
nabiga saaxiibka nabiga hal raaco saasan maanta idin kugu yeel markay sidaa maqleen nimankii waa weynaa iyo roomaankii faxaasu way dideen xaysata xumur alwahsh damer farowga dididdiisii oo kale damer farowga dididdiisii oo kale dideen ilaa abwaabi albaabadii u kala yaaceen warkii markii ka maqleen waa kala dideen waa kala yaaceen fa wajaduha albaabadii helaan qad ghulqat xaal albaabadii la xirxiraba albaabkii nin walba ilaa walba albaab ka xirxiray albaabadii waa ka xiray ee laga baxo malaha falamaa ra'aa hiraqlo hiraqlo markuu arkay nafratam dididdoodii inay dadkii kala yaaceen ee carareen ee kelimada ay ka xanaaqeen markuu arkay waayisa min aliimaan iimaankoodiina uu ka quustay qaala markaasuu yidhi hiraqle rudduhum calaya ii soo celiya soo celiyo yidhi bal horta war kalaan u hayaa waqaala markaasuu wuxuu yidhi hiraqle innii anigu qultu maqaalatii maqaaladayda hadalkaygu waa idhi aanifan goor dhoweed hadalkii ahaa waan idhi akhtabiru xaalan jarribayo imtixaan aan ka qaaday bihaa bitilka almaqaala maqaaladaas waxaan ku jarribay shiddatakum adaygiinna calaa diinikum diintiinna inaad ku aad adagtiinaan fiirinaad imtixaan ay ahayd maanaanu nabigaan ma rumaysnin mana raacsanin imtixaan idinka qaaday si kale u bedelay la wuxuu arkay mulkigiisa boqortooyadiisa inay maanta ugu dambayso maanta inay ugu dambayso arkay dadka dhamma ay ku kacayaan faqad ra'aytu waan arkay inaad diinta ku aad adag tihiin oo niman toosan aad tihiin ayaan arkay fasajaduu lahu markaasay u sujuudeen calaa caadati roomaan limalikihim dowladda roomaan siday ula dhaqmi jireen boqoradooda u sujuudi jireen waa u sujuudeen markaas waraduu canhu markaasay ka raalli noqdeen fa kaana daalika arrinkaasi wuxuu ahaa aakhira sha'ni hiraqla sha'nigii hiraqla meeshaasaa ugu dambaysay oo inuu diintii nabiga ka soo horjeestay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uuna markaas ka doortay adduunyadii maaragta ahay faaniyada ahayd ayuu baaqiyadii ka doortay oo aakhiradiisa baaqiyada ahayd ku cayaaray adduunyiisii qalaalkiisii ayuuna markaas ku keedsoomay hiraqla kabacdi marka la leeyahay sha'nigiisa meeshaasaa ugu dambaysay hiraqla marka la leeyahay yacni qisadan xadiiska meesha ugu dambaysa maahane isla markaasuu dhintay ninka loolama jeedo hiraqla maxaa yeele muddo dheer ayuu markaas kabacdi uu sii noolaa walidaalika xaafidka meesha uu qabto wuxuu yidhi qowluhu fa kaana daalika aakhira sha'ni hiraqla marka la leeyahay ay fii maa yatacallaqu bihaadihi alqisa waa wixii qisadii noo dhammatay ee loola jeeda almutacalliqa biducaa'ihi ila aliimaan khaasa laa annahu inqadaa amruhu min xiinaidin wamaat loolama jeedo isla markaasuu dhintay isla markaasaa naftu ka baxday loolama jeedo aw annahu adlaqa alaakhiriyata aakhiriyada waa idlaaqay raawigu binisbati ilaa maa fii cilmi waa cilmigiisa ku sugan wahaada awjah kana wanaagsan lianna hiraqla waqacat lahu qisasun ukhraa bacda dalika qisooyin badan markaa kabacdi sameeyey minha waxaa ka mid a maa asharnaa ilayhi min tajhiizihi aljuyuusha ilaa mu'ta oo mu'ta inuu ciidamada u diyaariyaba oo nabiga uu la dagaalamay sala allahu calayhi wasalam oo ciidamo badan uu ka horgeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa min tajhiizihi aljuyuush ciidamo inuu diyaariyay aydan ilaa tabuka ciidamadii tabukana ninkii ka dambeeyey oo soo diyaariyey isaguba ahaa oo mukaatabati nabiyi sala allahu calayhi wasalam lahu thaaniyan mar labaad inuu nabigu warqad u soo qoray sala allahu calayhi wasalam wa irsaaluhu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam bidahabin inuu isaguna nabiga uu dahab u diray qasamahu nabiguna uu qaybiyey sala allahu calayhi wasalam dahabka bayna asxaabihi kama fi riwaayati ibni xibaan allatii asharnaa ilayha qablu abi cubayd riwaayadiisa sida ku sugnayd oo kale marka ninku meeshan uguma dambeynay qisada uu noo dhammaatay aan loola jeedaa mooye qisas badan uu ninkani iska leeyahay oo ciidamadii maaragta ahay tabuka ka dagaalamay iyo middii mu'ta iyo waxaasoo dhan uu diinta kula dagaalamay aakhiru cumrigiisiina gaalnimaba isaga dhintay maadaama mulkigiisii boqortooyadiisii adduunyadii dhalalaalkii iyo faaniyadii uu ka doortay aakhiradiisii iyo mulkigii daa'imka ahay uu ka doortay rawaahu xadiiska waxaa wariyey saalixu bnu kaysaana almadani iyo wa yuunusun yuunus ibn cubayd yuunus ibn cabdilayliga hadda aan soo maraynayo oo macmarun macmar ibnu raashid can zuhri imaamkii wana zuhrina waa kii ka sii qaadayay can cubaydillahi ibn cabdillahi almascuudi waa kii ka sii qaadayay haddee saalixu inuu yahay hadda saalix ibnu kaysaan inuu yahay horaan usoo baranay wain ra'ayta saalixan fii zuhri fadaaka ibnu kaysaana alfaqiihu almusri waati aan soo qaadanay marba hadduu zuhri saalix wax ka qaadayo waa saalix ibnu kaysaan almadani uula jeeda wuxuu yidhi sheekhu wuxuu qabtoo kale wa qowluhu walayablughanna mulkuhu maa taxta qadamay mulkigiisu wuxuu gaari doonaa meesha lugaha anugu aan ku hayo ay baytulmaqdis ula jeeda wakana bidalika liannahu mawdicu istiqraari aw araada shaam kulla ama wuxuu ula jeedaa shaam oo dhan lianna daara mulkihi kaanad waxay ahayd ximsa
مدحتويس حمسيد ومما يقوي وحا حوجينه وحا كميده ان هرقل اثر ملكه بقورتيديس انو كدورتي على الايمان وتمادى على الضلال بعددنا انو كو مدح ادكاداي انه حارب المسلمين مسلمين انو كلا دغالمي في غزوه موتا سنه 8 سنه 8 انو مسلمين لا دغالمي بعد هذه القصه قصدان كبعد بدون سنتين لو سنه وح كير ودغال كو قادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي مغازي ابن اسحاق وحا كسغنا وبلغ المسلمين وحا سو غاري لما نزلوا معانا مركي دغن من ارض الشام ان هرقل نزل انو سو في 100,000 من المشركين بقول كن او غالا انو سو وتي اسو نبي لا دغالمه صلى الله عليه وسلم فحكى وحو شيغي كيفيه الوقع قابك دغالك او دحاي ايو شيغي مركي نكن محاربه بدن او لا غلي رسولك صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الايمان هذا متكن كتاب الايمان وكتابك اللي يراه كتاب الايمان باب الايمان هذا متكن باب الايمان ايمانك باب كيسيو وقول النبي نبي قول كيسنا وأباب صلى الله وسلم وبارك عليه ويري بني الإسلام على خمس إسلام كدين إسلام كوحال قدسي شنتير على قدسي أركان الإسلام كو وشنتير إمامك رحمه الله تعالى بخاري هل كم حرباين وقهد له ما دام وحي يوحي عليه اللي حريري مسائل كي اللي حريري وشيخ كصو بحي إيمانك وحى السلف كو كأمنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده بل وحى كأمنين إيمانك وحكي رشاخة وهو إيمانك قول وفعل إيمانك وحكك وبن يهي قول يفعل ويزيد إيمانك نوى زيادة هو يروى بخاري هذا الكيسي وينقص إيمانك نوى نسقامه هو يروى ساسا علماء أهل السنة المذهب كود ويهي إيمانك نوكك وبن يهي قولا وفعلا وعملا إنو هدنا يقبل الزيادة كما يقبل النقصان إيمانك زيادة إنه أقبله سيده وأقبله كراهدنا نسخان أهل السنة سيده سيقبان مركة إيمانك وقول محوء لجهد الشيخ وحوك يري إمام حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى والكلام هنا في مقامين أحدهما كونه قولا وعملا أرتب حنك هذا لنا قولي وعمل وحلو لجهد والثاني كونه يزيد وينقص بخاري وحوء لجهد إيمانك وزيادة ونسخانا فأما القول فالمراد به أن نطق بالشهادتين إيمانك هو قول مرك الولاية يعني وحا مر والبابا لغا مرمانا الشهادتين كأديوهم كل واقن فلست مؤمنا مؤمن متيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أديوهم لهن سلاني ماذا دي إيمانك أغا ما بالله حكومة أيبا مرك النطق ساس الشيخ ولجهدا وأما العمل مركو كله إيمانك هو قول إي عملنا فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح قلبك جوارح ذا يا قلبك عمل كذا وح كجذا وين على لجده وح والبو عمل إيمان على وجود آخر ضاع عذرا يا لجده ضاع عذرا يا لجده أمرك يوقفك الشهادة تنك وكل واقه ويرشد أن لا إله إلا الله ويرشد أن محمد رسول الله وح هذا إيمان كيس وكل كامل مكره وشرط في كمال الإيمان إنه ضاع عذرا الإيمان وصلاة يدك هذا وحجك وهذا أو صوم أو قرأ قرآنك وآخر أو اعتكافك وصمي وهكذا أعمال شرد وحوي وأعمال شرد في كمال الإيمان وإيمانك بأسن كامل نغنكر إلا أعماشا إلا لي ما هذا مهني ليدخل الاعتقادات اعتقادك سيء صغل والعبادات سيء صغل ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى فالسلف قالوا وحي راهن هو إيمانك واعتقاد بالقلب ورت قلبي وانا اتكامس تصديق قلبك ها رمينتي قلبك ونطق باللسان عرب كن وينو شهادتين كو واقو وعمل بالاركان حبنه هنا وين عبادستان عمل صفاميه واراد بذلك هذا الكاسن وحي له جيدان علماء السلف ان الاعمال شرط في كماله كمال الايمان اعماش وحي شرط اتهي ايمانك كمالك لا يكمل الايمان بدون الاعمال اعمال انت ايمانك كامل نقن ومن هنا هلكن نشاء الله محاوقر شيء القول بالزيادة والنقص كما سيأتي ساس درت ذي سلف كوحي قمان الإيمان يزيد وينقص ماشى مسائل الإيمان ومسائل كفرق ذو أي كبا دي يبين فرق مرجئة دي إيو معتزلة دي إيو ولوينك قدرية دي إيو ومسائل كأي كفد نوبين أو أي كبا دي يبين وحي لكن سلف كمر والبابا أي كو إجماعين الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص إيمان كو باهي شهرتين أو قول كل ولجهد فعل كان لو لجهد أعماش وقفك إيمان كيس إنو سن كامل نقنين إلا إنو عبادة كو درمهاني نطق بالشهادتين إنو عبادة كو درمهاني هذا إيمان كنا إنو زيادة نسقامة وحمرك خلافي مرجئو مرجئو وحي راهين ما بالله باهنبا وح عبادة يفعله قفك هدو تصديق قلبك اللي يمادو
نطق بالشهادتين ولا يماذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويراه وعبادة لقى مرحبا قفك وساسون أهل الجنة يساقن نقام وعبادة لقى مرحبا ساسين مرجاء يقوى يكون نقدينه وحي إليهين لا يضر مع الإيمان معصية قفك هدو إيمان كي قلبك هاي نطقك ولا يماذا دنبك وحبك دي ماي ولي قيسوا اسك أهل الجنة مركب فرقه وحيالها إمام البخاري رحمه الله تعالى آيات فربضاً إيا حديث فربضاً إيا أقوال السلف وسو قورنا أيوه عصر جيسا وحاقات الله شيء قرنقا مرجئة له مرجئة له أدحو جيستي ومسائل الإمام كفذ نوبي مركز سيداس وكالي وحي كشبهين أيوه وحي لهن كما لا تنفع الطاعة مع الكفر وقفك هدوك قال يا هيو إلهي أسان رميسنين داعك استوصم أيوه وحي أنفع الله ذهي ملح ساس وكل واحد وقياس قادنا إلهي وقف كهدوما إيمان لي ما هذا نطق بالشهادتين ولي ما تصديق قلبي جنا وكذ دروا إن أعمال بقى الله بهنين وح أعمال بقى الله بهنين أو وسداس أهل الجنة وكن غناي تاس مر كان نقيت كذا وح يري أو نقيت كذا لد كذا هدنا يري قلوا ينك يجو معتزلة أو معتزلة ماشى أي كقبان مسائل الإيمان مر كان يجو أي دراسيين معتزلة وح يراهن أعماشه وشرد يجزء كمذا إيمانك أجزاد إيمانك وكمية وقفك هدوسا عمل لا إيمان وقلب ولذلك يقول ذاتك وحي كفريان أو يكون تكفريان أو يكون كفريان محكميان ترك الضاعات قفك هدو الضاعات كتك وقالي كله وقال معتزلت ما حيث أعماشي وحي كدقان جزء من أجزاء الإيمان جزء من أجزاء الإيمان وإنه عبادي استقفك هدادا عبادي سن أو إلهي بأد عاسسه مؤمن متيد قاله تي كله مؤمن متيده قالت هاي أي كلي كبري الشيخ وهو قول وفعل ويزيد وينقص إنه قول يفعل يهي زيادة أو نسقام إيمانك وحاو الدليل قال الله تعالى إلهي وحويري ليزدادوا ذاتك مؤمنين تيني زياد سدان إيمانا إيمان مع إيمانهم إيمانك ودمعي وضع إيمان زياد سدان وزدناهم ذاتك مؤمنين تا وحان أزيادني هدى هنون أيان أزيادني ويزيد الله إلهي وحو أزيادية الذين كوي اهتدوا هنونين هدى هنون كانوا إلهي أغسي الدرع سبحانه وتعالى والذين كوي اهتدوا هنونين زادهم إلهي وحوسي زيادية هدى هنونين إلهي وحوسي زيادية وآتاهم إلهي وحوسي تقواهم الله كعبسي قودين إلهي واسي ويزداد الذين كوي إني زياد سدان آمنوا رميين إيمانا إيمان أي زياد سدان يقوله تعالى إلهي قول كي سوير أيكم كينه وحكاية عن المنافقين منافقين تصو إلهي كحكايون يوحي إلهين أيكم كينه زادته أي قاس هذه التنوى يزياد سورة سورة دكتية آية ذهني إيمانا هي إيمان يزيادين ليه جرين فأما الذين كوي آمنوا إله رسوشي سرميان فزادتهم آية ذهو حي يزيادين ذاتك مؤمنين إيمانا إيمان يزيادين مركة آية ذهن صلوحة سنة إيمان كون يزياده وقوله جل ذكره فخشوهم أي راهن كبقى فزاد قول كاس قال ده هنجباد إي راهن عيدنا الذين دياري كبقى إي راهن فزاد قول كاس يهنددات داسي هم مؤمنين تيوحي أسي زيادي إيمانا إيمان أسي زيادي وقوله تعالى إلهي قول كي سويري وما زادهم بأسي قاسي لباتد مؤمنين تو إلا كل من بأسي قاسي وما زياد إلا إيمانا وتسليما إيمان إيه النبت قلين وقضاها يقدرت إلهي نيهو قان سمين ماهاني وحبا عقا جقلين تاسي كمدبين إيه بأسي قاسي والحب في الله والحب جعيل في الله لأجل الله إلهي درتي لا سجع لهذا والبغض النعيب في الله لأجل الله إلهي درتي قفك أظن نعده مركز جعلاني سنة إلهي درتي أظن جعلاته من الإيمان كمت مركز هذا كان وحديث أبو داود رحمه الله تعالى أكوري سنن كيس أكوري لك حديث كان صحيحين ما يسنورين وإمام البخاري رحمه الله تعالى وح رواية أنه مشيقين هذا العادي أسوق هذا لكن حديث كان معنيهيس أبو داود أي سنن كيس أكوريو وحوها اللفظ قيسه والحب في الله والبغض في الله من الإيمان حديث أبو داود ساسوها وهو اللفظ الحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر واللفظ هو اللفظ قيسه وحوها أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله مرك اللفظ الحديث بكسو أروري والحب في الله لأجل الله إله درتي سوقفك أدو جعلاتد والبغض في الله لأجل الله إله درتي سوقفك أدو نعدد من الإيمان إيمانك تاسي كم تهاي وحان الأكسون يا أثر كم شيخ حديث كم حود ليشان أي وحوي أذيك جعيل كأي قفك أرجع شاي مراتب أي مستويات ولي أو جعيل كقفك أرجع شاي مرنا وزيادة مرنا ونسقامة بغض قفك أذن لعب تهانا مرنا وزيادة مرنا ونسقامة وح زيادة يا ونسقامة يا حبك يا بغض يا محال قلت المامي إيمان
محونا تسينا مركا الإيمان يزيد وينقص الإيمان كنوا زيادة نسخة محل هذه إذا تلا مركا نفسد هذا فيرسو جعلان تقفك أجعل ساي تارة ينقص وتارة يزيد هذا حب قاسنا إيمانك كمدي هي أقوى إيمانك مركم حنك فيها من ماشي إنه زيادة ولا نسخة ما هي بغض يقفك هذا نعبت أنا وسيدا سوكله وكتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدة خليفة الراشدة عمر بن عبد العزيز وحو ورقد وقري إلى عدي بن عدي عدي بن عدي تابعيها أي ورقد وقري وعامل كيس دولك الجزيرة نينك غوبرناتورها كاهاوي أو مركا من قبل عمر بن عبد العزيز مركو عمر بن عبد العزيز مدحوينها ونكن غوبل مدح كاها عدي بن عدي وتابعي ليس له في الصحيحين شيء هل حديثنا صحيحين كما لها وح رواية ذكر بس كلية ما شاءنا مجي عيسى القصة هذا القاضي مويه وح رواية هو بخاري مسلم وكلية هي معهن وأن المذاح هو هانجر نكا مذاح له عمر بن عبد العزيز ورغد أصو قرية وحوية مركا شيخ إسناد كانوا مشيقين وكتبوا كبالله بخاري هذا بخاري عمر بن عبد العزيز تطبضنا هذا أود حيا مانا أصنع الله كل منه آوي مركا سنة كي حريرين هي بخاري عمر بن عبد العزيز وحديث معلقات كاية كفر بضان إمام البخاري كتاب في حديث كان معلق وكلا ليرة معلق أنا وحن كسر قادة حكم كيسة مصطلح الحديث أنا كسر قادة نيو هذه صيغة الجزم وبخاري كشيء كتب إيه الرواء إيه حكى إيه جزم وحيالها هذو كشيء حديث كان سوى الصحيح أما هذه صيغة التمريض وكشيء الروية إيه حكية إيه هذو كشيء مركا صحيح من غراي وكتب مركا مت كان صحيح صيغة الجزم وكشاق وكتب عمر بن عبد العزيز العدي بن عدي وحوص وغري إن للإيمان فرائد عمر بن عبد العزيز أساس وغري إيمانك وحوليه واجبات فرائد وحوليه هذا واجبات واجبات وليه وشرائع شرائعين وليه إيمانك وشرائع مرادك وليه وتوحيدك عقيدة عقيدتنا إيمانك كمته وحدودنا إيمانك وليه سهدمه وليريان سهدمها لقل وحوليه هذا منهياتك وحيالها للنهيي إيمانك وليه هي حرامتين لقفوا هذا وسنن وليه هي سنن سنن يحولج إذا النوافش نوافش السنن ينواليه إيمانك فمن استكملها فرائشاس فرائش وعلي وحكلنا واسكس وقل يعني فرائشاس قفك لما يسترى فرائد الإيمان إيو شرائع إيو حدود إيو سننك قفك كامل يلا استكمل الإيمان إيمانك يكامل يلا وما لم يستكملها قفك فرائد كاس أن كامل يلا إيو وحكدن بينا لم يستكمل الإيمان إيمانك ما وصل كامل يلا مركب ماشي محد كفهمي هذا لك عمر بن عبد العزيز قف إيمانك كامل يالي إيه قفوا إيمانك ناقص كي يهوزي سن كامل يالي إنه الشيخ يا عمر بن عبد العزيز وأدلة إمام البخاري أي كم تارحمه الله تعالى فإن أعيش هدي أن أولاده فسأبينها فرائشاس وحيالها واجباتك إيمانك وإسكاليها لكم أذيك وإذن عدين دونا حتى تعملوا بها فرائشها سيادوا عمل فشان وإن متهدان قيريودنا فما أنا أنقو ميه بحريس مد كده دالي مد كده دالي ميه على صحبتكم صاحبتين مدينة وحبو كده دالي ميه مرهدان التوحمد إمنق منكر هدوابر انت مركز وقال إبراهيم نبي الله إبراهيم خليل الرحمن وحوير عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي قلبي إنه حسره أو قلبي أسيده إيمانك يكون أسي زياده أيان كوي ديستون إلى الله إتس سيد أدو حنا وليس وقال معاذ المعاذ وحويري معاذ بن جبل صحابي الجليل كوحويري اجلس بنا نيه نلفريسو هذا الكاس وحكولي أسود بن هلال نينك لو أسود بن هلال دي جروي نلفريسو ماشا صافريسو نؤمن أن رمينو ساعة بل هل ساعة إلهي أن رمينو هذا صحابي معاذ مركولي هل ساعة إلهي أن رمينو ما يقول قالها يقول مي وقالها مؤمن والله لكن حول جدا لنزداد الإيمان بل هل ساعة مذاكرة إيو أن سمينو علمي إيو خيرات كأن كم مذاكرونو إيمانك هنوسي زيادة نلفري ساسول جدا مركز صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحي تلماما يعني إيمانك هنو زيادة نسقامه وحنا نرى هذا المعاد إيو هذا الكنس كسوقات الشيخ رحمه الله تعالى ومعلق معلق ولكن معلق صحيح ما دام صيغة الجزم صيغة الجزم وشيخه وكشيغي وقال ابن مسعود وصدق له معلق سقونا عبد الله بن مسعود وحيري اليقين الإيمان كله يقينك الإيمان كله إيمانك كل جسوا قفك هذو يقين قارو أو إن العذاب يهذو معاصدا وكل عو يقين سدو جنة إن جرت أو يقين سدو نار إن جرت أو يقين سدو إيمانك وابو كامل إيمانك وابو كامل بقفك هذو يقين تاسب أو قارو وقال ابن عمر عبد الله بن عمر وحيري لا يبلغ العبد ومعلق حنودن يقو موصولها يعني الله يا كتبك للغهية لكن إمام البخاري رحمه الله تعالى ما أصن وصل وحونا صيغة الجسم أوريي هذا استلاح حساب السيدة إن لو قادوا أنه صحيح يهبا وقال ابن عمر وحيري لا يبلغ العبد أضانك مقارو حقيقة تغوى حقيقة ألك عبسك مقارو حتى يدعى
ilaa uu addoonku isaga tago ma ayuu ladiikii xaaka saameeyey fi sadri xabadkiisa wixii saameeyey oo uu ka shakiyey ilaa uu ka tago xadaran min baas oo markaa wuxuu ka baqaa waxyaalo shaki uu ka cararay wuxuu marka ka baqaa uu ka cararaa xadaran mimaa bihi ba'sun wadanbun wax dembi ku jiro amaad ku dhacdaa isleeyay wuxuu qalbigiisa uga shakiyaba waa ka tegey ilaa sidaas uu qofku sameeyo iimaanka ma kaamilyeelayo xaqiiqada alla ka cabsiga ma gaaray waqaala mujaahid wuxuu yidhi mujaahid ibnu jabrin imaamu lmufasiriin tilmiidka cabdullahi ibni cabaas ahaa sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa ilaahay wuxuu idiin jideeyey maa wasaa bihi nuuxa nabiyullaahi nuux wixii uu dardaarmay ayuu ilaahay idiin jideeyey waa aayaddii qur'aanka aayaddaas isagoo fasiraya mujaahid mujaahida wuxuu yidhi asagoo qowlka ilaahay fasiraya waxaa loola jeedaa yidhi aayadda awsaynaaka waan kula dardaarannay yaa muxamedu nabiyullaahi muxamedu sala allahu calayhi wasalam waiyaahu nuux nebi nuuxna waxaan la dardaarannay diinan waaxidan hal diinaad ku midaysantihiin waa qadaaya alimaan wamasaa'ilu tawxiid qadaaya alimaan wamasaa'ilu tawxiid waa ka midaysantihiin qaala ibnu cabaas cabdullah ibnu cabaasna wuxuu yidhi asagoo fasiraya shircatan wa minhaaja shareecaan u yeelnay ummad kasta iyo minhaajan dariiq ay marto oo wuxuu ku fasiray cabdullahi ibnu cabaas sabiilan jid ay martaan u yeelnay ummad kasta wa sunnatan sunnana waa u yeelnay oo markaa tafsiirkani waa lafun murattab lafun nashri gayru murattab lafigii iyo nashrigii oo gayru murattab ma tartib sabiilan waxaa loo celinaa minhaajan sunnatanna waxay tafsiir u tahay shircatan maxaa la rabay alawalu lilawal wathani lithani in la tartiibiyo laakiin saasna waa ku yimaadaa balaaqaahada waa lafi nashri gayru murattab gayru murattab intaasoo adillaa ayuu sheekhu u soo qaatay alimaan yaziid wayanqus iimaanku sidiisana wuxuu nafci leeyahay xaajisna noqdaa xaafisna noqdaa markii qofku uu daacada ku dadaalo markaasuu iimaanku siyaada iimaanku wuxuu siyaadaa daacaadka daacada markii iimaanku uu ku siyaadana qofkaasi wuxuu heli markaas iimaanku xaajis iyo daaficu u noqon yacni inuu macaasida ka celiyo wuxuu markaas qalbigiisu uu noqonaa mid adduunyada ku zuhdiya oo adduunyadu ay la yartahay aakhirana ay la weyn tahay waxaa la weynaanaya qofkaasi inuu ilaahay khilaafo subxaanahu wa tacaala walidaalika waa sidii xadiiskii dabaraani markaa ku soo arooro nabigu sala allahu calayhi wasalam saxaabi la yidhaha xaaritha oo wuxuu ku yidhi kayfa asbaxta yaa xaaritha xaarithow saaka maxaad ku soo waabariisatay markaasuu xaaritha wuxuu yidhi asbaxtu mu'minan xaqaa rasuulka ilaahi saaka waxaan waabariistay anoo mu'min xaqiiqa ah oo iimaankii meel fiican ka gaaray nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi famaa xaqiiqatu iimaanika oo iimaankaagu inuu dhab yahay oo xaqiiqo yahay maxaa daliil u ah markaasu wuxuu yidhi casaftu nafsii can iddunya naftayyaan waxaan ka gooyey adduunyada dhalalaalkeedii wa asartu lidaalika leylii wa admactu nahaari habeenkaygiina waan soo jeedaa uu yidhi maalintiina waa oomana yacni waa soomanahu ula jeedaa maalintii habeenkiina daacadaan ku soo jeedaa wa kaannii anduru ilaa carshi rabbii baariza waxaad moodaahu yidhi yaqiinta sidaan u gaaray carshigii inuu ii muuqdaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaad moodaa huuri wa kaannii anduru ilaa ahli ljanna yatazaawaruun ahluljannihii iyo isu soo siyaaranaya inay hortayda marmarayaan aad moodaa huuri iimaanku markuu kobco saas waa wax walba xaqiiqay hortaada soo istaagayaan yaqiin sida derbiga aad ugu jeeddo oo kale ayay aakhira waxay kaaga dhowaane derbiganay kaaga dhowaane aakhiradii dhammayd waa imaamku markuu siyaado wuxuuna ku siyaadi doonaa waxyaalaha bukhaari uu noo sheegi doono oo axaadiista uu nooga soo naqlin doono rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayuu imaamkuna marxaladaas iyo mustawahaas iyo heerkaas uu ku gaaraa wa kaannii anduru wuxuu yidhi xaaritha waxaad moodaa inaan fiirinaayo ilaa ahli naar yatadaaqawn dadkii ahlu naarka ahaa cabaadkoodii inaan maqlayaad moodaa huyir markii lafdiga naar qur-aanka aan ka maqlo qayladii ahlu naarka inaan maqlayaad moodaa huyir imaamku marka kaasaa la yidhaha imaanka dhabta ah ama haddii iimaanka qofku heerkaasi mustawahaas uusan ka gaarin iimaankiisu wuxuu noqonaa wax iska galabgalab ahoo aakhiroo dhan iyo ilaahay cadamadiisa iyo xishoodkiisu iyo qalbigii uusan ku weynin macsiyadan isaga dhac dembigan samee ka gudub waxba ma aha wax walbaba ka gudub waa waxay leeyihiin ilaahay inuu khilaafo maba ahaba waxba lama aha marka waxay noqonaya ilaahay inuu caasiyo oo kale kadubaabin waqaca calaa anfihi faqaala haakada tasxisanka intuu uga degay saa uu iska yidhi uu u maleeya macaasida ilaahayba inay iska taaba waa iimaanku markuusan xoogoobin oo meeshii la rabay uusan gaarin marka wuxuu iska noqonaa lagu mithaaliyaa gaariga markii bareeggiisa uu halaabo oo kale qofka iimaankiisu naaqis yahay waa gaari bareegu uu ka halaabay oo kale gaariga haddii bareegu ka halaabo derbigan ku dhac godkan ku gac gaari kale ku dhac naftaadu marka dambe halaaga iimaanku hadduu nusqaamana waa saas oo kale waxba kaa celimaayo macsiyadan ku dhac godkan ku dhac qofkan ku dhac waxa dhanba adigu ku halaaga un ku gubi ee iimaan noqon maayo marka iimaanka laasim waxaa ah inaan mar walbaba ku dadaalno bal siduu noogu siyaadi lahaa siduu noogu siyaadi lahaa si xaafis iyo daafic uu u noqdo oo cibaadadana uu kuugu riixo shartana iyo macaasidana uu kaa difaaco.
haddii kale birigu un waxaad wadataa markaas iska daciifa oo waxba markaas aan qaban karinin. Allah subhanahu wa ta'ala.